مشاهدي قناة شوف تي في، رجعنا لكم من جديد في مباشر آخر وبالضبط من مدينة مراكش من أمام المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، بحيث تم هذا الصباح تقديم ابتسام بطمة أخت دنيا بطمة إلى قاضي التحقيق لأمر باعتقالها ونقلها للسجن الودايع على خلفية قضية عصابة حمزة مونبيبي، بحيث تبت تورطها من بعد ما اعترفت عليها عيشة عياش أنها كتمتلك القن أو الكود أو الرقم السري ديال حزاب حمزه مونبيبي بتهم مختلفه كالابتزاز والتشهير. حنا الان كنتواجدوا امام المحكمه، تم نقل ابتسام بطمه قبل قليل الى سجن الودايع. تم نقلها إلى سجن الودايع. من بعد ما كانت متابعة في حالة صراع هي الآن معتقلة بسجن الودايع بعد ما أمر قاضي التحقيق باعتقالها وإيداعها للسجن على خلفية قضية عصابة حمزة مونبيبي بتهم الابتزاز والتشهير، حيث تبت تورطها من بعد ما اعترفت عليها عيشة عياش اللي كانت هربانة خارج أرض الوطن واللي تم اعتقالها وترحيلها إلى المغرب، واعترفت أن ابتسام بطمة كتمتلك الكود والرقم السري ديال الحساب.
للإشارة في أن حساب حمزة مون بيبي واللي عرفوه جميع المغاربة اللي كان كيشهر وكيبتز بعدة أشخاص وكان صاحب الحساب مجهول، إلى أن قدمت عدة شكايات من ضحايا وبداوا كيبانوا المتورطين. وآخر المتورط كان هو سيمو بالبشير لاستراس أيضا في حقه مذكرة اعتقال دولية بالديار الأمريكية في انتظار ترحيله أيضا، واللي أيضا أكيد غيعترف وغادي يخلق مفاجآت في هذه القضية. هنا مراكش الحمراء وبالضبط أمام المحكمة الابتدائية وبالضبط من أمام الباب اللي خرجت منه سيارة الشرطة اللي كانت على متنها ابتسام بطمة أخت دنيا بطمة واللي تم نقلها لسجن الودايا قبل قليل. تهمت الابتزاز والتشهير في قضية عصابة حمزة مون بيبي. الله